كابتن نخله، يعني موسيماني وقيادته الفنيه خلال الفتره الاخيره، ما فيش مدرب في العالم ما بيغلطش وكل المدربين بتخطئ، ولكن في النهايه مدير فني في 8 شهور ياخد 5 بطولات اعتقد شيء جيد. هو مش شيء جيد بس يا اسلام، هو ده يعتبر انجاز ليه هو شخصيا. تمام، لكن هو الحمد لله النادي الاهلي متعود على البطولات. النادي الاهلي نادي كبير وعنده بطولات، وقبل ما يجي مصر الموسيماني النادي الاهلي يملك بطولات وعنده انجازات وعنده تاريخ كبير، لكن بصراحه هو الراجل اضاف لنفسه واضاف لنا طبعا. مصر الموسيماني هو مش غريب على النادي الاهلي، لانه لما كان ماسك فريق صن داونز كان متابع النادي الاهلي. تمام، فهو من المدربين اللي بيحب اللعب من تحت يا اسلام، يبني من تحت. تمام، حته البناء من تحت ديت، ان حتى امكانيات اللعيبه اللي موجوده هو حبها، فايمن اشرف ان هو بيبني من تحت، بيقدر يزبد الكوره، بيقدر يعمل باص. نص الملعب كمان، حته التحضير في نص الملعب عنده السوليه، انا مش عايز اقول لك يعني السوليه يمكن ما بيتغيرش ما شاء الله، لان الراجل مقتنع تماما انه له دور فني كبير جدا في حته نص الملعب. يعني ممكن يلعب بالسوليه وحمدي فتحي، ممكن يلعب بديانج والسوليه، لكن انه يلعب يشيل السوليه من المكان ده صعب جدا. ده دليل على ان الراجل عاوز لعب كوره اخرى غير حمدي وديانج. بالظبط، هو بيعمل رقم 8 دي بيعملها بشكل كويس جدا جدا. تمام، حته كمان طريقه اللعب يا اسلام فرقه كتير جدا جدا معانا، ان انت بتلعب 4-2-3-1، انت لازم في وجود بلاي ميكر زي قفشه. الراجل انا مش عايز اقول لك، قفشه مع فايلر غير قفشه مع مستر الموسيماني. 300 درجه افضل. ايه افضل؟ الراجل اداله الثقه بشكل غير عادي مع موسيماني طبعا. قفشه لما كان مع مستر فايلر كان كان بيأدي كل حاجه، لكن على طول باستمرار حاسس ان هو في اي وقت هيتغير. تمام، مع مستر موسيماني يعني الثقه اللي اداها له، الثقه اللي اداها له قفشه استفاد من الثقه ديت. تمام، وادى بشكل جيد جدا جدا وابدع. اعتقد يعني لما نيجي نتكلم على رقم 10 افضل لاعب في مصر دلوقتي هو محمد مجدي قفشه. أيوة، بدون مبالغه وبدون مجامله كمان يعني للامانه يعني. فمستر موسيماني الاداء الفني بتاعه او اسلوب اللعب، خلينا طريقه اللعب خلاص احنا بنتكلم 4-2-3-1 او ساعات مثلا بيلعب 4-3-3، لكن اسلوب اللعب ان هو بيبني من تحت لانه عاوز ناس تلعب كوره، عاوز انتشار جيد وهو بيعملها بشكل كويس. أيوة، ربط نص الملعب مع المهاجمين كمان ان الخطوط تبقى قريبه من بعض، ده شيء ممتع ان انت الكوره تبقى معاك باستمرار، استحواذ ومش استحواذ سلبي، استحواذ في نص ملعب المنافس وبيعملها. أيوة، كتير. محمد مجدي قفشه له دور كبير جدا في ده، انه بيربط بين الاثنين الديفندرات اللي هو ديانج والسوليه، وبيربط مثلا الشحات وطاهر وقفشه، عاملها بشكل كويس قوي. وقفشه كمان عامل حته زياده انه ان هو بيعمل الزياده العدديه. تمام، وبيروح يجيب جول. يعني قليل جدا لما تلاقي بيميكر ان هو بس اوصل الجناحين، اوصل المهاجم. ده قفشه بيعمل اوبشن زياده ليه هو وللنادي الاهلي، ان هو بيعمل الزياده وبيجيب جوال دلوقتي. بالظبط، فدي بصراحه انا يعني بحيي مستر موسيماني والجهاز اللي معاه كمان سامي قمصان وسيد الناس اللي موجوده وبيطلعوا لنا الشكل كويس قوي ده. الكره الحلوه بتطلع دي، الانتشار، الاستحواذ، الاوفرلابات، علي معلول مفتاح لعب غير عادي. علي معلول دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله ان هو رجع من الاصابه، بدا يدخل واحده واحده. الناس اللي بتنتقد علي معلول برضه في اوقات، يا جماعه الرجوع من الاصابه وانتم عارفين بياخد شويه وقت، برضه الضغط اللي معمول على محمد هاني يا كابتن اسلام. هنتكلم عن النقطه دي يا كابتن نخله، ولكن